عرس عالية ديال موسم الخطوبة بإيميل شيد الدورة ديال 2013. تتجي هاد الدورة هادي تكريسا للدورات اللي فاتوا، تنحاولوا ما أمكن بالأورغانيزاسيون ديال هاد التظاهرة، نحاولوا ما أمكن نخلقوا واحد نشاط اقتصادي ونطور ديال هاد الاحتفال ديال القبائل، يتحددوا بموسم سيدي أحمد المغني التي المعروف بموسم الخطوبة. وحنا كجمعية أخيام تنساهموا في هاد التظاهرات من أجل خلق واحد النشاط اقتصادي ومن أجل المحافظة على تقاليد والثقافات ديال الساكنة القبائل تحديدو، اللي تنعتبروها واحد تراث أصيل كما جاء في الشعار ديال هذه الدورة. وبالموازاة مع النشاط الاقتصادي اللي تيتنجز بالتعاون مع السلطات الإقليمية والجماعات المحلية والجماعة القروية، تيتنظم واحد السهرات فنية بتعاون السنة مع المجلس الإقليمي للسياحة ومع العمالة ديال إقليم ميدال والجماعة القروية ديال بوزمو. وبالموازاة كما قلت بالنسبة بالموازاة ديال التظاهرة في إطار استراتيجية ديال الجمعية، تنحاولوا ما أمكن نخلقوا واحد رواج في إطار الاقتصاد الاجتماعي باستخدامنا المجموعة ديال التعاونيات من مختلف المناطق المجاورة من تنغير ومن تونفيت ومن الرشيدية، وتنعتمدوا بزاف على التعاونيات ديال المنطقة التي تتأطرها الجمعية في إطار خلق مشاريع مديرة للداخل. وهذه السنة شاركت معنا أكثر من 8 تعاونيات من تنفيت من تمتوش تنغير ومن الريش، وتنحاولوا ما أمكن نوفروا لهم واحد المجال لصقل التجربة ديالهم في المجال ديال التسويق وخلق فرصة لتسويق المنتوجات ديالهم. تعاونية تامونت نصرت نتي تتمين تعاونية جي إيميل شير سنتر باش أنا نماز تنطط إيميل شير نلس 13 من خريطة نتد غيس موسم الخطوبة موسم سجدود أن الزنز نشارك جنا معرض الناس نطم جمعيات أخيام أرم تشكريت أخيام خفر معرض حنا ننضمن باش تشجعنا تيشيراتي نتمازيات أزول أفلاون تشين ويحيى محمد زي إغرى من بوزموش تمازيات نيميل شير زدق يزاوي الشيخ نتشين التي غدا ويغدا لا واحدينو نختيف جوينينو هاد سبيقنا تقاليدنا يتحديد دو تميزارنا يتحديد دو السياح ندير تميزاني سدان سوينا غدا وجاني مزقورانا هاي تخالي غدا يتغردات اللي غدا يسين خيوان إما نتشين التي غدا شارك غياد جمي راجل نيميل شير شارك غدا جوجدو التي غن سيدي أحمد ومغني أتمنى غاية تخدي عجب وجدود النغة نغة الجمهور أتمنى غاية تخدي تغردات. إدريس أعزوك رئيس تعاونية أسيف ملول، نكوني يتن الشباب يغرانا اللي جو روميزون والو ديتني فلاح نأس التعاونية على أساس تسواق المنتوج نعاوني فلاحني مزيان ناني شت مازيرت من لأنه ولا غرخ تفاح عطاري تطعيني فلاحني مزيان نجي الكاليتي المويان نكوني أرتشير العصير التفاح ومن بعد نزايد جونا غنعيدان تشير لخل التفاح دغيا التعاونية الشركاء تعاونا غير الجمعية وخيام انت تايدي جانا المساهمة بالتعاونية باش تاريسة فلا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. السلام عليكم، انت شدي غتزيتون فيه عرض خسر من تجينو غلي ميل شير نبالا الشير الحمد لله دا مريك الحمد لله تولي خصاو ديال الخير الحمد لله سي ربي نشراس غادي نسر ربي المريك دا الشير الجمع جمعية وخيام لا غولي لا نتغولي التربيين ميزالين الناموسية لا حندار لا نتلو السايد لا نتحل برين ثيم الزيانين المهم لا عرض خسر سلمنتوش تقليدي كل شيء لا الشرابر لا نتخامين كل شيء لا المهم لا عرض خسر منتوجين وكل